ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقات تعليم الترانيم على الجيتار. النهاردة الحلقة ليها طابع مجنون شوية، هنعمل حاجة مختلفة كده. ترانيمة معروفة قديمة بنرنمها باستمرار وبتتعمل في الاجتماعات باستمرار، هنعملها بس هنيجي في القرار وهنلعب لعبة كده نحوله من ماينر لميجر. طب ايه الهدف؟ بنقول ان احنا بنعزف وبنصلي بآلاتنا، فايه المانع ان انا اغير جملة موسيقية وانا في مخدعي الشخصي مع كامل الاحترام للحقوق بتاعة الابداع بتاعة المؤلف الموسيقي بتاعة الملحن؟ بس هي فكرة، يعني هي فكرة كده عايزين نجربها. جربوا في بعض الترانيم وانتوا بتصلوها في مخدعكم ان انت تغير حاجة من ماينر لميجر، من ميجر لماينر. انا جربتها بالصدفة الفترة دي، بحاول اذاكر مقامات موسيقية وان انا العب من مقام لمقام واتحرك من مقام لمقام، فبكتشف ان الموضوع ليه طعم جميل. يعني جربوه جربوه، مش هتخسروا حاجة. الترنيمة اسمها تعالوا تعالوا يا تعابة، كلنا عارفينها، اللي هي بتبقى ايه؟ تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فادي العالمين، هتنسوا هموم العالم في لحظة في طرفة عين، في لحظة في طرفة عين. احنا متعودين ان احنا بنعمل ايه بعد كده؟ بندخل على القرار اللي هو ايه؟ ده جماله بارع بارع، اجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي. طيب، اللحن حلو والترنيمة حلوة، وفعلا هي ترنيمة صلاة وممكن نصليها ونستمتع بيها وتبقى فوق الروعة بشوية، وممكن كمان نجيب السولو بتاعها عشان يبقى الفيديو خدمنا فيه الترنيمة كلها. بس بصراحة النهاردة الهدف ان احنا نعمل الحركة اللي قلت لكم عليها دي. يعني ايه؟ تعالوا كده ندخل من حتة هتنسوا هموم العالم ونشوف القرار بتاع ده جماله بارع بارع لو خليناه ميجر بدل ماينر هيدي طعم عامل ازاي، وممكن نحس فيها بإيه. هي أصلا حلوة، بس تعالوا كأننا بنعمل لها توزيع. يعني هتنسوا هموم العالم في لحظة في طرفة عين، هتنسوا هموم العالم في لحظة في طرفة عين، في لحظة في طرفة عين، ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مين يمسح دمع عيوني. رجعنا ماينر تاني. الفكرة بس الهدف منها ما هياش تشويه للحن الأساسي وما هياش ثورة على الترنيمة الأصلية، لا خالص. المسألة ببساطة، أنت بقالتك وفي مخدعك، إيه المانع إنك تدوق حاجة جديدة؟ بلاش. ايه المانع بما ان دي ذبيحة تسبيح انت بتطلعها من فمك، ثمر شفاه، بنقول لربنا يا رب اقبل من على مذبح البخور بتاعنا ده، تنسم رائحة البخور اللي طالعة من على مذابحنا اللي هي ثمر الشفاه، التسبيح والحمد والألحان، بنقول له يا رب اقبل مني، نفسي ادوقك حاجة جديدة. انا يا رب بصلي لك الترنيمة دي بلحن جديد، بقول لك كلمة جديدة. هو ده الهدف. يعني الهدف كله مش مزيكا بقدر ما هو عبادة، ومش دايما هتليق، ولقيت في واحدة مش هتليق في التانية. يعني الفترة الجاية هبقى وانا بديكوا الترانيم هحط لها تصورات تانية. ليه؟ لان وانا برنمها وبصليها بلاقي نفسي اني ممكن اعرب فيها عربة معينة تاخد الموضوع في سكة تانية مختلفة وجميلة.
بالمرة بما إننا في الترنيمة دي، يعني تعالوا نعدي على السولو بتاعها، مش هنخسر حاجة. هي لحنها لا 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 لا. بصوا قبل ما أكلمكم عن السولو بتاعها، هي فيها حتة شرقي، يعني هي بصوا بتلعب كده. ده ممكن يبقى مقام، انا الفتره دي بذاكر مقامات ولسه ما ظبطتش غير مقامين بصراحه، مقام الكرد ومقام الصبا، واللي هذاكره اول باول هديهولكو، فمش عايز افتي عليكم. طبعا هحط لكم الباترن بتاعه النغمات بتاعه السولو ده وهنعمله دلوقتي، بس مش عايز ابقى بدعي العلم واقول لكم اني عارف السلم ده من مقام ايه تحديدا، يعني اتقالوا عليا كده خبرتي بتزداد في المقامات الفتره دي، وهقول لكم واوصف لكم الدنيا صح. بس هي السولو بتاعها كالاتي. طبعا مش هحط العربة اللي احنا عملناها، لان دي مش لحن اساسي، دي فكرة. فانتوا يعني انا بفكر معاكم بصوت عالي، بس تعالوا نعملها مرة تاني كمراجعة. تعالوا تعالوا يا تعابا بالعالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فادي العالمين، هتنسوا هموم العالم في لحظة في طرف التعين، هتنسوا هموم العالم في لحظة في طرف التعين، في لحظة في طرف التعين. هنا بقى ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع كله محبة وإخلاص، ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، وجهه ساطع ساطع كله محبة وإخلاص، مين يمسح دمع عيوني إلا يسوع الحبيب، ده مات علشان يفديني مطعون على الصليب. طبعا مش هنعمل الترنيمه كلها، مش الهدف ان احنا نعمل الترنيمه كلها، جزء بتاع السولو هبقى حاطط الباترن بتاعه السولو، ولكن باكد عليكم انا مش عارف المقام بتاعها. عارف السلم، عارف سوري اعزفها، بس مش عارف المقام بتاعها. يعني في حاجه اسمها مقامات، المقامات دي ممتعه وهكلمكم عنها كتير الفتره الجايه عشان نغوط اكتر في المزيكا ونستمتع. اتمرنوا عليها وجربوها وبعتوا لي اقتراحاتكم، ولو حد جرب يعمل حركة زي كده مع ترنيمة تانية يقول لي وممكن نطبقها بفيديو. اسيبكم في رعاية المسيح، سلام.